بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتح أعمال مؤتمر نقدر وذلك بفندق الخليج. الجهود البارزة التي يبذلها أعضاء جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في طرح هذا الموضوع الهام الذي يؤكد المسيرة الناجحة التي يسير عليها القطاع الطبي في مملكتنا الغالية. خلونا نتابع مجريات هذا المؤتمر. المؤتمر يأتي في إطار حرص الجمعية على مواصلة تحقيق رؤية القادة الحكيمة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجعل المملكة مركزاً متميزاً لاحتضان المؤتمرات الكبرى. العناية الموجودة في البحرين حقيقة مكنت الكثير من مرضى السكلر في البحرين أو أنه يعيشون إلى من 60 فوق 60، وهي طبعاً الحقيقة نتيجة العناية الصحية ونتيجة الوعي الصحي بالنسبة لمرضى السكر، ونتيجة بعد نشاط الجمعية في توعية الناس أو المصابين بطريقة علاج السكر والتعامل مع السكر. يسلط هذا المؤتمر الضوء على المنجزات الطبية التي حققتها المملكة ومدى تطور القطاع الطبي الذي يحظى بكل اهتمام والرعاية من جلالة الملك المعظم، مما جعل المملكة مثلاً يحتذى به في التطور والازدهار. يسعدنا اليوم أن نشارك في أحد أهم أنشطة جمعية أصدقاء مرضى السكلر، وتحديداً بشعار هذا السنة اللي أطلقوه اللي هو نقدر، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي ودعم مرضى فقر الدم المنجلي أن هم ليسوا معاقين، ليسوا أشخاص عليهم وصمة، إنما هو شخص ممكن يقدر يعيش حياته، يقدر يعمل، يقدر يحصل وظيفة، يقدر يتزوج، يقدر يعيل ويساعد. نبي نعزز فيهم هذا الروح. إحنا من جانبنا كمستشفيات حكومية وضعنا عدد من المبادرات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، نتيح للمرضى أنهم يختارون الطبيب المعالج لهم، وأيضا بدأنا بمبادرة أن تحويل بعض المرضى أو إتاحة لبعض المرضى فرصة الذهاب إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج المناسب لهم، وذلك لتسهيل الأمور عليهم. ومبادرة ولي العهد في العلاجات الجديدة لمرضى السكلر مثل علاج الجين ثيرابي. المؤتمر احتفى بعدد من المرضى المصابين ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما حتى ما فوق 90 عاما، وهو احتفاء رمزي لنعبر عن مدى فخرنا بنجاح هذه التجربة البحرينية في إدارة ملف السكلر، حيث كان أهم مؤشر للنجاح هو رفع متوسط عمر الإنسان إلى 65 عاما. في إطار حرص مملكة البحرين بأجهزتها الحكومية لتذليل العقبات أمام المواطنين وتصحيح أوضاعهم، نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورشة تعريفية بآخر المستجدات للشروط التنظيمية في المناطق الإسكانية، وذلك بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية. اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سلسلة ورش العمل التي أقامتها لشرح وتوضيح قرار رقم 899 لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، وذلك من خلال ورشة مخصصة لمجلس البلدي الجنوبي. هذه الاشتراطات الحمد لله فضل الله سوف تحل لنا عقبة كبيرة من المشاكل اللي كانت تعيق المواطن في مسكنه اللي يسكن فيه. هناك بتنحل إن شاء الله كثير من المخالفات اللي كانت سابقة في عملية البناء. الآن يقدر المواطن يسمي احنا نسميها تعديل أوضاع.
طبعا الوزارة ما قصرت، حطت لنا هذه الشروط تقريبا 22 بند. وقد تناولت الورشة الاشتراطات التنظيمية التي أصبحت أكثر مرونة وسلاسة للمنتفعين من الخدمات الإسكانية بمملكة البحرين، من ناحية إصدار تراخيص البناء والإضافات، وكذلك التعديل على الوحدات السكنية والقسائم. طبعا الاشتراطات التنظيمية الجديدة تطبيقها راح يحد كثير من ويلغي أكثر المخالفات اللي كانت في الآونة السابقة، وطبعا هي لا شك أنها تتماشى مع احتياجات ومتطلبات الأسرة البحرينية للبناء والتعمير. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة نقلة نوعية في حزمة القرارات المنظمة لتعمير مناطق المشروعات الإسكانية، حيث تعمل جميع الجهات ذات العلاقة على تحديث التصانيف والاشتراطات بالمملكة بما يلبي تطلعات المطورين العقاريين ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي. ويساعد القرار على الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والقرى، حيث يمكن للمواطنين تعديل منازلهم وفقا للمعايير التي وردت بالقرار لتحافظ على الطابع العام للأحياء السكنية. المجالس البلدية باتت ركيزة من ركائز العمل الأساسي في مملكة البحرين، واليوم عقد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أولى اجتماعاته لدور الانعقاد الثالث، والذي تفضل فيه الأعضاء البلديين واطلعوا على آخر المستجدات. استهل المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أول اجتماعاته الاعتيادية من دور الانعقاد الثالث للفصل السادس، حيث وافق المجلس البلدي على المقترح المتفق عليه لتشكيل لجان المجلس. طبعا اليوم نفتتح جلستنا الثالث الأولى من الفصل الثالث. طبعا اليوم عندنا مواضيع بسيطة. أول شيء إن شاء الله بنكون اللجان، تقسيم اللجان القانونية والخدمية والفنية، هو حسب الإجراء المعتمد في المجالس البلدية. الحمد لله فضل الله عندنا مواضيع بسيطة، واللي بنقوم فيها نشرح بعض التوصيات ونتابع التوصيات القديمة إن شاء الله، وكل الأمور إن شاء الله في مصلحة الوطن والمواطن في هذا البلد العزيز. واستعرض المجلس البلدي مجموعة من التوصيات والردود عليها من قبل الجهات المختصة، مثل الموافقة بمدينة عيسى لإنشاء مواقف للسيارات وساحة للتشجير، وذلك خدمة لأهل المنطقة. كما تم الموافقة على إنشاء رصيف أوسط على شارع 36 بمنطقة عالي، والذي سيسهم بتخفيف الازدحامات المرورية. واستعرض المجلس البلدي ردود الوزارة على بعض المقترحات والاستفسارات، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الواضحة لمصالح المواطن.